اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت في الجزء الأول الجزء الثاني من سلسلة الأجزاء بتاعة الأهداف عن إزاي نحط أهدافنا ونخطط لها وإزاي نكتشف رسالتنا. النهاردة بأمر الله هديكوا كنز، طريقة مضمونة 100% لتحقيق أي حاجة أنت عايزها في الدنيا. ده اللي هنتكلم فيه النهاردة بإذن الرحمن الرحيم في حلقة جديدة من برنامجكم ابن بيت سعيد مع دكتور أسماء سعيد. انتوا كتبتوا في النوت بتاعت رحلتي واهدافي الاهداف بتاعتكم والرسالة، اكتبوا الجملة دي مهمة جدا جدا جدا. حينما يتوافق الباطن مع الظاهر يتحقق ما تريد وبدقة. بمعنى ايه؟ هديكوا 5 حاجات اللي بتخلي ان الظاهر يتوافق مع الباطن، النفس تتوافق مع الجسد، الروح تتوافق مع الجسد، العقل يتوافق مع الجسد. الانسان يقدر بنفسه يغير كل حاجة في الكون، والله تقدر تغير حياتك. وانا حكيت الحلقة اللي فاتت عن تجربة رجلي وازاي كان لما غيرت ما في نفسي الدنيا معايا فرقت، وفي كل حاجة بقى مش بس في موضوع رجلي وصحتي وعافيتي الحمد لله رب العالمين. طيب ايه الـ5 خطوات دول يا دكتور؟ المرة اللي فاتت قلت لكم حطوا الاهداف وحطوا الرسالة، النهاردة هنحول دول لقيمة. يعني ايه قيمة؟ يعني حط لكل هدف قيمة باسماء ربنا الحسنى. انا محددة الحاجات دي وملخصها كويس قوي قوي في كورس نعيم العلاقات فترة الذكورة وفترة الأنوثة. يا سلام لو خدت الكورس قبل السنة الجديدة، عيشوا بالسنة الجديدة بس، تاخدوش كورسات تانية، ما تعملوش حاجة تانية. هتدعوني من قلبكم كنز تحقيق ما تريد. ليه؟ لأن أنا في الفترة بتاعت الأنوثة والفترة بتاعت الذكورة، إحياء الفترة بيجي لما بنروي نفسنا بنور الأسماء الحسنى بتاعت ربنا. مثال، حد حاطط هدف إن هو يخس، تمام؟ طيب ايه الاسماء اللي بتروي؟ اسم الله الحي القيوم، ربنا خلقنا في احسن تقويم، ربنا قال لنا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. طب ليه يا رب مدينا اسماء كتير؟ لان كل حاجه احنا عايشينها اسماء. انا دلوقتي باسم الله المصور، فهمني، اجي البس ويبقى شكلي اسم الله البديع. فاختاروا من اسماء ربنا الحسنى القيمه اللي ليها علاقه بالهدف. دي رقم 1. رقم 2، ضع القيمه والبذره في الكتاب المبين وداخل الحديقة السرية. ده بقى موجود جوه الكورس لأن موضوع كبير قوي. طب يا دكتور مش عارف اخد الكورس لأي سبب، ما عندي مشكلة، عنديش فلوس، مش عارف ايه، براحتكم، هو هيفيدكم جدا جدا جدا، بس مش قادرة، على الأقل خدي حتى جلسة التأمل دي، بس جلسة التأمل الحديقة السرية هتفرق معاكم جدا. الخطوة دي مهمة قوي. قد مستقبل جيد بصبر جميل. يعني ايه؟ مثال، خلي طاقتك طاقة استقبال وليس طاقة فقد. لو انا النهاردة
مثلا انت او انت عندك مشكله كبيره جدا ماديه وما معكيش فلوس نهائي خالص وعندك ديون ومفروض الناس كمان بتخبط على بابك جايين ياخدوا الدين بتاعك ولو ما سددتيش الدين ده هتتسجني. فانت قاعده عامله ازاي؟ حالتك عامله ازاي؟ هعمل ايه يا ربي؟ راح فين؟ عارفه الطاقه دي، الطاقه دي هي طاقه فاضت. وفجاه حد اتصل بيكي، حد من اصحابك، مالك فيكي ايه؟ اصل عندي مشكله كذا كذا. فقال لك وعدك، قال لك والله انا هجيبها لك النهارده اطمني، بس مثلا الساعه كانت 2 وهو قال لك هيجيبها لك الساعه 10. طاقتك من الساعه 2 للساعه 10 عامله ازاي؟ رايقه ومبسوطه. طب هو انت معاكي فلوس؟ لا. طب انت رايقه ومبسوطه ليه؟ لان انا واثقه في صاحبتي. الثقه دي بقى والفتره دي كلها هي طاقه استقبال. كوني على استقبال بثقه تامه ان ربنا هيجيبها لي. انا واثقه فيك يا رب، انا واثقه فيك يا رب، انا رايقه، رايقه لان انا عارفه ان ربنا هيجيبها لي. كوني رايقه بطاقه استقبال بصبر جميل. يعني ايه السعي بصبر جميل؟ اسعي في الدنيا وانطلقي واشتغلي واعملي وروحي وتعالي واسمعي كورسات عشان مش عارفه تحسني ايه وظبطي ايه، لكن اهم حاجه بصبر جميل. صبر جميل يعني بروقان وباستمتاع، مش صبر يا رب، مش ده الصبر خالص. الصبر الجميل اللي هو بيخليك تحققي اللي انت عايزاه. مهمه قوي اللي انا قلته النهارده، وعشان بدايه السنه الجديده عامله لكم خصم 70%، مفيش اكتر من كده والله، على كورس نعيم العلاقات فتره الذكوره وفتره الانوثه، ومعاه كمان خصم 70% في كورس من ظلمات النسيان الى نور الذكر. نص الله فانساهم انفسهم فاذكروني اذكركم. كونوا من الذين يذكروني اذكركم. دول بقى بيلبسوا لباس تقوى وبيعيشوا في روقان وفي نعيم. خدوا الكورسين بالخصم، ابتدوا السنه الجديده وخليكم كده مستقبلين جيدين. يا رب يحقق لكم يا رب كل اهدافكم باذن الرحمن الرحيم. يا رب الحلقه تكون عجبتكم ودخلت عليكم بالنفع وباليسر وبالخير. اعملوا لايك بمثابه شكر ليا، وادعوا لي دعوه لو كنت نفعتكم، واعملوا شير للحلقه عشان توصل للدنيا كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.